السلام عليكم. وعليكم باشا السلام مصر استاذ اسلام. الله اكبر يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين كده مزرعه من اقوى مزارع الكلاب بفضل الله، يعني انتاج تدريب استضافه كل حاجه بفضل الله. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا من تفعيل زر التنبيه عشان بفضل الله توصلكم فيديوهاتنا اول باول، ولايك وشير لو بيعجبكم محتوانا، ونتوكل على الله. بصوا يا جماعه، ده انا الكوكري الاسباني ما شاء الله، ده هنا الهاسكي، هاسكي ده جميل تمام كده، وايت جيرمان، وايت جيرمان هنا قسم التدريب عامه. ده هنا مالينو، مالينو الله، بصوا مالينو يا جماعه هنا جيرمان، حسب يا احمد جيرمان، ده بيتبول، بيتبول تمام ما شاء الله. بصوا يا جماعه ماشيين مع استاذ اسلام، الله اكبر يا غالي على مزرعه ما شاء الله. بص يا جماعه جرمانات روت، مزرعه متنوعه يعني. مالينو ده انا ده كين كورس، معقوله ما شاء الله. بصوا مدي على روت قوي، الله اكبر، لا الالوان مختلفه. ده انا الروت، احمد يا ما شاف شاف لقطات مع الروت. بص انا مالينو ما شاء الله، بلاك مالينو ما شاء الله، اول مره اشوف بلاك مالينو اصلا. يعني مالينو ده كلب بلدي، كلب بلدي بس جاي تدريب، تدريب هو مثلا حارس مكان مثلا او حاجه ما شاء الله، صحابه مربيين وحابين الموضوع معاه ما شاء الله، فبيأهلوا كمان للحرس. ده انا مالينو ما شاء الله، مالينو هات هنا، ده انا جيرمان مع مالينو، انت يا مالينو ما شاء الله مع بعض عادي. الله، بص يا جماعه ده اسمه ايه؟ سانت بيرنو ما شاء الله، ما بيطلعش اول مره اشوفه مزرعه والله، الله اكبر يا غالي ما شاء الله. هنا جيرمان، جيرمان ما شاء الله، جيرمانات ايه ما شاء الله، ربنا يبارك لك. بص هنا اكيتا، الله اكبر، الناس اللي سالت على اكيتا اهي ما شاء الله، ده الامريكان اكيتا لونج هير، الله اكبر ربنا يبارك يا رب. ده هنا الدلميشن، دلميشن مع زوجين ما شاء الله، مع زوجته يا جماعه. استنى يا جماعه، امريكان اكيتا، اكيتا الله ربنا يبارك يا رب ما شاء الله، الله اكبر. ده هنا جريد دان، جريد دان ما شاء الله، اول مره صوره من مزرعه، الله اكبر يا غالي. السلام عليكم يا استاذ اسلام، ما شاء الله جريد دان، ده هنا ما شاء الله ايه جلمشن، جولدن ربنا يبارك يا رب، جولدن ما شاء الله. جيرمان هناك يا جماعه اهو، ده وانا غالي شاو شاو، بتلخبط بينه وبين الكوكيشن. بص ده وانا هنا بقى ايه، دوبر مان، دوبر مان ما شاء الله، مزرعه متنوعه، الله اكبر عليك يا غالي، حصل لنا الشرف والله يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي تعالى يا استاذنا، الله يكبر علي، من افخم المزارع اللي زرتها الحقيقه يعني، ربنا يخليك ده كلك ذوق، الله يكرمك يا جماعه. هنا المكان ما شاء الله يعني لكله، الله اكبر، كل انواع الكلاب، انتاج ما شاء الله، تدريب، كل ما تحتاجونه. في استضافه كمان هنا غالي، تمام موجود ما شاء الله عليك يا غالي. عايز حضرتك تكلمنا عن نظام، يعني اول حاجه الانواع اللي موجوده هنا مثلا، لو ممكن نفصلها للي بيسمع الحلقه. تمام، احنا هنا شغالين في البريدنج، في الانتاج، في انواع الجيرمان شيبرد، في الكوكيجن، في السان برنارد ما شاء الله، روت وايلر، دوبرمان، امريكان اكيتا، الله اكبر، جولدن ريتريفر، امريكان كوكر، تقريبا شغال اول بريد يعني ما شاء الله عليك يا غالي. استاذ حضرتك ايه اكتر انواع عليها طلب يعني الفتره دي؟ والله بص، احنا الانواع اللي موجوده بتبقى على حسب احتياج العميل بالنسبه لنا، اذا كان هيربيه للاطفال ولا غرضه الحراسه ولا ايه الغرض منه، لكن عامه معروف في السوق المصري ان الجيرمان شيبرد هو اقوى الانواع اللي مطلوبه عامه ما شاء الله في الحراسه والشراسه وكده. طبعا انه كلب ذكي وكلب بيقدر يتاهل في الحراسه للمهمات دي. استاذنا علاج، استاذنا
نصايح للي هيبداوا في تربيه الكلاب، يعني ايه المشاكل اللي ممكن يواجهوها وياخدوا بالهم من ايه، ولو انا هشتري كلب يعني لو في حاجه خد بالي منها مثلا. بعيد طبعا عن المكان، الله اكبر، يعني ما شاء الله عارفيننا، يعني ما شاء الله مزرعه جامده جدا حبيبي، كلك ذوق الله يكرمك. فلو حضرتك تنصحنا مثلا. بص يا مدير، احنا بننصح دايما اي عميل بيجي لنا انت محتاج الكلب في ايه وطريقه معيشته فين او المكان المؤهل ان هو يعيش فيه. ليه؟ احنا لو قدرنا نفهم الموضوع دوت، اذا كان كلب هيعيش جوه بيت او بره بيت، اذا كان كلب هيستعمل في الاطفال او هيستعمل في الحراسه، لازم نبقى فاهمين مع العميل الكلام ده عشان نعرف نوجهه. ما ينفعش اديله كلب حراسه يحطه اندور جوه البيت، ما ينفعش اديله كلب فريندلي كلب اطفال اقول له ده بتاع حراسه. فلازم نبقى عارفين الغرض اللي انت جاي اصلا تشتري عشانه الكلب. ما شاء الله عليك. لو احتاج حاجه للبيت، هو جيرمان طبعا في ناس بتربيه جوه البيوت مفيش مشكله، لكن الصح بتاعه ان الكلاب بتاعت الاندور بتتميز بحجم قليل شويه، بتتميز ان تبقى سهله تربيتها في موضوع التويليت اللي بتقابل الناس مشاكلها كتير، بتبقى سهله ان كلب اكتف شويه او في باور شويه، فما ينفعش يقعد في مكان ضيق او اندور. لازم يبقى معاه جاردن، بيبقى معاه مكان عشان يطلع طاقته. لو انا حبسته النهارده في البيت هيدمر البيت، فبالتالي هتبدا انت تزهق، فيبدا العميل يقول لك هبدا عايز ابيع الكلب، يبقى احنا كده ما استغلناش الوضع صح. فكان لازم نفهم الطلب عشان نحط يعني الكلاب مظبوطه في مكانها. في بالنسبه لبعض الانواع مثلا زي الكوكيجن والروت والجيرمان، لو انا يعني مثلا هنختار حيوان منهم بس مثلا لحراسه مكان مثلا، فايه الافضل من وجهه نظر حضرتك؟ والله كل كلب حسب برضه ميزاته في موضوع الحراسه. عندنا الكلب الكوكيجن ده معروف في روسيا بان هو حراسه رقم واحد ما شاء الله، بمعنى انه الكلب ده عنده امكانيه يقدر يحرس مثلا سي 2 فدان ما شاء الله، حاسه شمه قويه، حدسه حاضر على طول باستمرار في موضوع الحراسه، بنيانه قوي، فيقدر يقدر يحرس الكلام ده ما شاء الله. عكس الروتوايلر عايز مكان اقل سنة، عكس الجيرمان حجمه برضو يعتبر قليل. بالنسبه لخطوط الدم في الكلاب هي معناها الاهالي الجدود والاباء للانتاج ده. البلاد لاين بيفرق من اذا كان كلب تشامبيون او كلب بطل او اذا كان كلب نورمال كلب عادي ما دخلش او ما تقيمش. هيبقى انت وريسك بتفرق يعني. فعلا في الشراسه والحراسه وكده والله طبعا بتفرق، ان الدم بيبقى يعني لما بيكون اهاليه حاميه دايما في دمها لازم تورث في الجينات بتاعته كده. ما شاء الله عليك يا غالي. نسبه غالي الاكل هنا في المزرعه بيكون ايه للكلاب عموما؟ بص احنا عشان عندنا كذا بند في المكان، عندنا بند تدريب، عندنا بند اقامات، عندنا بند انتاج، فعندنا متنوع في الاكل شويه. مش كل الكلاب بتاكل فريش فود ومش كل الكلاب بتاكل دراي فود. في كلاب بتاكل الفريش فود يجيب معاها نتيجه صحيه كويسه، في كلاب عكسها ما تقدرش، ما شاء الله هي ما اتعودتش على الكلام ده ما شاء الله. غصبا عني كان لازم اعمل متنوع شويه في الاكل، كل كلب له احتياجاته. في كلاب بتبقى مثلا بتخلص وجبتها كويس، وفي كلاب نص نص. الكلاب اللي مثلا نص نص دي بنحاول نقرص عليها مثلا يعني نصومها يوم بحيث ان هي تجوع او الكلام ده، هي دي فكره اجازه الاكل يعني. الله اكبر عليك. بالنسبه لافضل مكان لتربيه الكلب في الصيف والشتاء وكده الافضل؟ والله بص احنا ده اللي احنا قلناه في الاول، يمكن احنا لازم نعرف الكلب ده هيتربى فين وظروف معيشته ايه عشان نقدر يعني نوفر الكلب في مكانه الصح. في كلاب ما بتعرفش تعيش في الحراره زي الكلاب اللونج هير، كلاب الشعرايه العاليه بتيجي مع الحر، مش عايز اقول لك يعني بتتعب قد ايه، او يمكن منها بنفقد منها كتير في كل صيف. ده لان ما ينفعش لونج هير في حر في الجو بتاعنا بتاع شهر 9 وشهر 8 والكلام ده. على عكس مثلا الروت وايلر، الحاجات اللي هي شعرايتها قصيره او الشورت هير بيتاثر لها شعرها غالي، الحاجات اللي شعرها الطويله شعرها الصيف. احنا ده حل لقيناه عشان نقدر نعدي بيه الصيف، لكن هو مش من الصح ان احنا نقص شعر الكلاب ده. هو ده الكود بتاعه اللي ربنا خلقه بيه عشان يقدر يعيش بيه، احنا اللي بنحاول نأقلمه. بس بالنسبه للكوكيشن والاسكي متهيألي يعني الفتره دي النوعين دول متهيألي اتأقلموا مع البيئه المصريه شويه كتير طبعا. انتاج كل ما بيبقى انتجت في مكان في البلد اللي انت فيها اللي هي بتمر بظروف حراره وظروف بروده وتأقلم معاك الاهالي للكلام دوت والجراوي من صغرها بدات تطلع على الكلام ده وتقابله، هنا خلاص عديت انت ريسك كتير منه. ربنا يبارك لك يا رب يا استاذنا حبيبي. ربنا يخليك.
بالنسبه يا غالي استاذنك، هل الكلاب بتطلع هنا يعني في المكان بتتمشى وكده اغلب الوقت، ولا في الغالب في البوكس بتاعه؟ طبعا انت زي ما هتشوف هنا عندي ملاعب تدريب وعندي ملاعب للتمشيه ما شاء الله، فلازم يعني لازم حركه الكلب ضروريه، مش لازم يطلع طاقته وكده، محبوس في البوكس بتاعه ما شاء الله عليك. نظام التدريب هنا يا غالي يعني بيكون المده بتاعته قد ايه والاسعار وكده؟ والله احنا بص دي بنتسال عليها دايما من العميل اللي بيكلمنا في التليفون. دايما بنقول له احنا لازم نختبر الكلب، وده حقيقي يعني احنا لازم فعلا نجيب الكلب. مستوى ذكاء كل كلب بيختلف عن الاخر، ومستوى طلبات التدريب اللي العميل بيبقى محتاجها بيختلف عن العميل الاخر. بمعنى انا عندي النهارده عميل ممكن يجي يقول لي عايز الجرو ده مثلا، بدايه التدريب عامه قبل ما نبدا نكمل كلامنا، بدايه عمر التدريب 6 شهور، بنبدا ندي حاجه اسمها اوبيديون للكلب، وبعديه بنبدا نعلمه يعني حراسه بعد ما يبدا يخش في السن شويه. يعني ايه اوبيديون يا غالي؟ الاوبيديان دي اللي هي اوامر الطاعه. ما شاء الله. فبيجي لنا هنا العميل بقى بيقول لك انا محتاجه ادربه طاعه بس، يسمع الكلام بس، وفي عميل تاني يقول لك لا محتاجه في الحراسه. فعسبه محتاجه ليه؟ فانا النهارده لازم اخد اسمع منك كعميل او كاونر للكلب، وابدا اختبر الكلب هيطلع منه الاوردرات دي في قد ايه وفي فتره قد ايه، ونبدا نقيم بيها المده. بص عامه الاوبيديون من 21 يوم لحد تقريبا 40 يوم نقدر نتعامل في حاجه اسمها اوبيديون. نبدا نتعامل حاجه اسمها طعم الطاعه عاديه نورمال اللي هي بالليش، ونبدا نتحول منها على طاعه متقدمه اللي هي اوت اوف ليش. ما شاء الله. دي بالنسبه للاوبيديون. هوصل للحراسه ممكن اوصل 60 يوم و70 يوم على حسب برضه ما قلت لك شخصيه الكلب والبلاد لاين بتاعه، دمها حلو ولا محتاجه مني انا شغل زياده عشان احمي دمها. بالنسبه غالي الاسعار يعني التدريب وكده بتبدا من كام؟ زي ما قلنا برضه على حسب اختلاف المده اللي معلش انا اسف لو بكرر حاجه. لا لا ولا تمام. ما في رينج مثلا ولا حسب النوع زي ما على حسب تقريبا ستارت من 2000 جنيه ما شاء الله لحد تقريبا 4000 او 5000 جنيه، ده في الاوبيديون على حسب الليفل اللي انت عايزه. الله اكبر عليك. وفي الحراسه نفس الفكره برضه. بالنسبه غالي الاستضافه هنا في المكان بتبقى في حدود كام؟ احنا عندنا هنا الاستضافه مثلا بتبقى في رينج من 100 ل 150 على حسب حجم الكلب وكميه الاكل اللي بياخدها والخدمه اللي بيتكلم. ما شاء الله عليك. في ارقام تليفونات غالي؟ اه طبعا احنا انا في رقمين معايا 010 180 160 39. تمام. وفي رقم تاني 011 243 1212. ما شاء الله. تقدر اي حد يحب يتواصل على راسي غنى احطهم في الحلقه. في صفحات على فيسبوك؟ اه طبعا عندنا صفحتنا بصفحه المزرعه اسمها فوم هاوس شنغهاي. ما شاء الله. باذن الله نحط لينكاتها في الوصف. نحط لينكاتها ان شاء الله على راسي غنى في الحلقه. في تيك توك او انستجرام؟ طبعا موجودين ان شاء الله. نفس الاسم برضه هنحطه برضه. وفي في قناه على اليوتيوب وفي قناه بتاعتنا باذن الله. كل التفاصيل ان شاء الله هنحطها في الحلقه. الله اكبر. زادنا الشرف والله العظيم بحلقه مع حضرتك واستاذنا نجعله عامر دايما. والف شكر من عليك يا غالي. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. ما تنسوش يا حبايب قلبي تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا من تفعيل زر التنبيه عشان المفادله توصل لكم فيديوهاتنا اول باول. كان ليها الشرف بالتصوير من المزرعه النهارده مع استاذ اسلام. مع النهارده اخويا احمد. تعالى كده مع احمد حبيب قلبي. حصل لنا الشرف والله العظيم. ومزرعه من اقوى المزارع اللي زرناها. شوفكم الحاج على خير. سلام. عايز اقول لكم يا جماعه المونتاج بتاع الحلقه دي كان يعني مختلف شويه. هي الحلقه يعني ما خدتش معايا وقت لكن انهكتني في الصوت وان انا اظبط الصوت. المايك بعد ما سجلنا يا جماعه لقيت المايك اللي مع استاذ اسلام يعني الصوت بتاعه اشتغل حبه وبعدين وقف. والمايك ده بالذات لما بتستعمله انت ما بتعرفش امتى الحجاره بتفضى، فدي مشكله بتواجهنا. فانك تعيدها تاني يعني موضوع صعب، فانت مفيش غير انك يعني تظبطها. والحلقه عارفين حضراتكم يعني هي بوقت معين فلازم تنزل. فاتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وما يعني ما تنسوناش اللايك والشير وطبعا الاشتراك وتفعيل زر التنبيه عشان توصلكم اشعاراتنا اول باول ودعواتكم. ما تنسوناش اهم حاجه من دعواتكم يا جماعه.